أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات برنامج رؤية جديدة. التشخيص المبكر لسرطان الثدي هو الضمان الأكبر للشفاء، لكن التشخيص هو بداية لطريق شاق وطويل تعاني خلاله المرأة من تحديات نفسية اجتماعية وصحية تستدعي إجراءات وآليات تعزز قدرة المرأة على اجتياز المحنة من أجل العودة إلى ممارسة حياتها الطبيعية. أعزائي المشاهدين، نحاول اليوم تقديم مساهمة متواضعة لتوعية ومساندة المرأة مع ضيفاتي في الاستوديو الإعلامية ميساء أبو غنام والسيدة سهام عواد مديرة قسم الكشف المبكر عن سرطان مستشفى المطلع بالقدس وجمهور الحلقة من محافظة بيت لحم. أهلا وسهلا بضيوفنا. أهلا وسهلا فيك سيدة سهام. بداية الحديث أعطينا لمحة عن مرض سرطان الثدي ومن إيش بتكونه. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، سرطان الثدي عند النساء هو الأكثر شيوعاً في العالم، إلا أنه المسبب الثاني في فلسطين للموت عند النساء. سرطان الثدي في المجتمع العربي نسبة وجوده هو يساوي الثلث من بين السرطانات التي تعاني منها المرأة. نسبة كبيرة، نسبة عالية. نعم، مع العلم بأنه كمان عندنا نسبة عالية من الستات بخافوا يتوجهوا للفحص، فبتكون نسبة اكتشاف المرض عندهم بتكون متأخرة، وهذا بيأثر على نوعية علاج السرطان. سرطان الثدي من بين كل السرطانات ممكن علاجه، المهم جدا أنه نحن نقدر نكتشفه في مراحله المبكرة. نعم، من إيش بتكون مرض السرطان؟ سرطان الثدي هو خلايا تنمو بتتكاثر في جسمنا بشكل طبيعي، والمفروض انه هاي الخلايا يوم ما تنمو وتكبر تموت، تتلف بتموت، الا انه لسبب ما هذه الخلايا التالفة تنمو بشكل سريع وبتكون انسجة، وهذا النسيج بنسمى ورم. الورم اللي عندنا اللي بيظهر هو نوعين، في عنا اورام حميدة وعندنا أورام خبيثة. الورم الحميد هو مرض، هو ورم غير سرطاني وما بنتقل لأي أجزاء أخرى من الجسم. أما الأورام الخبيثة فهي الخلايا اللي بتنقسم بسرعة وممكن إنها تنتقل لأجزاء أخرى من الجسم. هلأ نحن عندنا نسبة، إحنا لو عندنا 10 ستات اكتشفنا إنه عندهم كتل سواء كانت حميدة أو خبيثة، 1 من 9 بيكون نسبة وجود الورم الخبيث. يعني انه 9 ستات بيكون عندهم اورام حميدة وممكن يعني علاجها، و1 من 10 هم بيكون سرطان خبيث. فنسبة كتير ضئيلة، وهذا ما بعطي، وهذا بعطينا انه الستات ما تخاف انه في حالة وجدت انه عندها اي نوع من الكتلة، اهم اشي انها تعرف ايش نوع الكتله الموجوده عندها. العوامل اللي بترفع نسبه الاصابه في هذا المرض، في عنا عوامل ممكن على الست انها تغيرها وعوامل ما ممكن انها تغيرها. اللي هي محفزات، يا ريت تحكينا عنها. المحفزات اللي ما بتقدر تغيرها، اول شيء انه هي كونها امراه، فهي مؤهله انها تنصاب اكثر من غيرها. تنين العمر، انه عمر الست فوق 40 بيكون هي على عندها استعداد اكبر انها تنصاب بسرطان الثدي. كمان في عنا عامل انه هي تكون مصابة سابقا، فهي معرضة للاصابة اكثر من غيرها لانها انصابت وشفيت، فبتكون بحاجة على انها تتابع وضعها الصحي بطريقة مكثفة اكثر. كمان في عنا العامل الوراثي كمان اللي هي ما بتقدر تحكم فيه. العامل الوراثي اللي هو انه ممكن يكون احد من اقاربها مصاب بسرطان الثدي، سواء كان من جهه الاب او من جهه الام. كمان عندنا انه بلوغ الانثى في سن مبكر، تحت سن ال 12، وكمان انقطاع الطمث عند الست لبعد سن ال 55. هذه المحفزات الست اللي ما بتقدر تتحكم فيها وبتتحكم بتغييرها، إشي موجود عنا فما بنقدر انه نتحكم فيه، الا انه في عنا محفزات تانية الست بتقدر انها تغيرها. تفضل. المحفزات التانية اللي بتقدر انها تتعايش معها وتحاول انها تبتعد عنها،
مثلا انه عندنا العلاج الهرموني. هلا نحن عندنا العلاج الهرموني لجهتين، الجهه الاولى اللي انه الطبيب بعطيه بشكل علاجي عشان يعالج بعض اعراض سن الامل، زي انه تقلبات المزاج، ما بتعرف تنام بالليل، بصير عندنا نوبات توهج، هذه بتكون بنسميه علاج بديل معوض. نعم. كمان ممكن يكون عندنا علاج هرموني انه الست ما عندها قدره على الانجاب فبتضطر انها تاخذ هذا العلاج، او انها بدها تنجب بعد سن ال 35، هدول بكون عندهم الاستعداد للاصابه بشكل اكبر. نعم. تنين زي ما قالت، سمعت احد الخوات هون عم تحكي انه الرضاعه، الرضاعه بينت عده الفحوصات انه الست اللي بترضع بتكون هي اقل عرضه للاصابه بسرطان الثدي، عشان هيك نحن دائما بنساعد الستات، بنشجع الستات على انهم يرضعوا. نعم. ثلاث، في عندنا الحركه. نعم. نحن هلا مجتمعنا الستات متعودين كثير على السيارة وما في عنا نشاط بدني. نعم. كمان بالشغل والظروف الحياتية اللي احنا بنعيشها ما بيساعدنا على انه نعمل نشاط. دايما نحن بننصح كل الستات على الاقل في اليوم يمشوا ساعة بشكل متواصل، ساعة 5 أيام بالأسبوع، هذا بيساعد على انه يزيدوا من نسبة نشاطهم البدني. المحافظة على الوزن، مش انا بس بدي انا احافظ على وزني لانه عندي مناسبه او للمنظر، لا، دائما لازم انا اعرف اني احافظ على وزن متماثل ويكون مناسب لإلي، لصحتي ولا وضع الحركي، انه ما احاول اني اكون اكل اشياء كثير غير صحيه. دائما هون نحن بننصح الستات التوجه الى الخضروات والفواكه، الابتعاد عن الدهون، عن المقالي، هذه الشغلات اللي بتعمل بدانه هي اللي بتكون عندها الست استعداد اكبر. بالاضافه التابو الموجود عندها في المجتمع اللي هو التدخين. والتدخين والارجيله اللي هلا بين كل، حتى بين النساء صارت منتشره اكثر من الرجال. راس الأرجيلة الواحد يساوي 20 باكيت دخان، 20 سيجارة باكيت دخان في الجلسة الواحدة، فإحنا ما أو ما يزيد ممكن كمان عن ذلك. 4 أضعاف نسبة الخطر بالإصابة بالسرطان نتيجة يعني أرجيلة لمرة واحدة. فشوف هاي قديش نسبة عالية. إلا إنه نحنا بنلاحظ إنه في عنا توجه كتير للأرجيلة، صار كتير الواحد يروح بس يطلب أرجيلة. وهذه نحن منوعي النساء والستات والصبايا والرجال بأنه الأرجيلة، يعني الأرجيلة رجاء نبتعد عنها. كمان الإفراط ممكن، مش كتير هاي موجودة بمجتمعنا إلا أنه برضو موجودة، الإفراط في شرب الكحول. الإفراط في كل شيء، كل شيء بيزيد عن حده بسبب عنا. فرجاء الاعتدال، الاعتدال في أي تصرف، بأي غذاء، بأي نشاط، هذا بيساعدنا كثير على كيف نقدر نحمي نفسنا من أي إصابة في المرض. شكرا لك سهام على هاي المعلومات المهمة. أستاذة ميساء، أهلا وسهلا فيك أول شيء، جد مبسوطين تكوني معنا. الله يخليك. وشو رأيك، حابة أسمع، هل بالفعل المرأة تقدر تتجاوز أعراض سن الأمان وعن طريق الوعي تستغنى عن الهرمونات؟ يعني عن تجربتك كمان. مزبوط. اول شيء انا يعني باكد على حكايه الدكتوره، لانه مثلا انا البلوغ عندي كان قبل سن 12. ابلغت اظن بالعشرة، 10 او شوي. فكان مبكر جدا. الشغله الثانيه انه انا عندي الاستروجين بلس 3، فهو مرجح انه هو السبب في السرطان. لما بتحكي عن استروجين بتحكي عن افراط في الهرمون الانثوي اللي هو بيسبب البريست كانسر، سرطان الثدي، لانه معروف الاستروجين هو للحمل، هو للاخصاب، هو للرغبه الجنسيه. هلا اذا بيكون عالي عند المراه ترجح انها تنصاب في اول الثلاثينات مثلي انا بالسرطان، وهذا خطر كبير، وممكن حتى النساء اللي بنصابوا ب 27 وب 28 وهي مصيبه. هلا قضيه انه الاكل والجينات، انا يعني بديش احكي كثير من ناحيه طبيه، مع انه الواحد لما بفوت بالبريست كانسر بصير كثير ملم. نعم.
بس في شيء مهم اللي ما بنحكاش عنه بالإعلام، ارتباط الرحم بالثدي، وهذا الدكتورة يمكن توضحه أفضل مني، لأنه النساء بتفكر أنه إحنا عاملين كلياتنا بس حملة لسرطان الثدي. أنا بأخذ تمكسوفين اليوم، التمكسوفين اللي هو لخمس سنين، اللي أنا متخوفة اليوم من أني أنا انصاب عندي سرطان الرحم، لأنه الأستروجين مهم كثير للجسم، لأنه الأستروجين هو مسؤول عن الذاكرة، هو مسؤول عن العظم، هو اللي بنتج الخلايا. فاليوم لما بنحكي عن أستروجين بحاولوا الأطباء أنهم ينزلوا ليحموني من البريست كانسر، المفروض يكون في وعي كمان أنه شو السايد إفكت تبع التمكسوفين، وأنه أنا لازم أعمل الباب سمير مثلا، فحص عمق الرحم، الفحص الألتراساوند للرحم، الميموغرام كل الوقت، فحص الهرمونات في الجسم. هلا هي كتير مهمة، لأنه الأستروجين ممكن كمان يأثر إنه ينزل البي 12 وكمان فيتامين دي. هلا أنا عم بأخذ فيتامين دي. هلا إذا المرأة ما كانتش واعية بتنقص فيتامين دال بيؤدي لسرطان الثدي أو سرطانات أخرى. هلا هاي الأشياء كتير مهمة، إنه أنا كيف أنا بطلع على حالي كمرأة بعد السرطان. يعني هاي الشيء اللي أنا كمان دردشت أنا وسهام من عندكم، إنه نحنا مش بس بدنا نحكي عن الوقاية، كمان في أنا مرحلة ما بعد السرطان اللي هي مرحلة كبيرة. شو أكل؟ أنا اليوم زايد عندي الوزن 8 كيلو عن يعني قبل التمكسوفين. هلا قديش أنا بقدر أسيطر على الوزن؟ لأنه الوزن بالتمكسوفين فيش سيطرة. يعني أنا بأكل مثل الأطفال وبتحيد كل إشي، والجسم بيصير عنده رغبة أكثر للنشويات وللسكريات، لأنه أنا فتت في المينوبوز قبل 22-23 سنة من عمري الحقيقي. هلأ فهذا هاي مشكلة، الهبات اللي بتصيب كل هاي الأشياء نتيجة الأدوية هاي. هلأ كيف أنا بدي أوعي المرأة بمرحلة ما بعد الكانسر؟ كيف أنت بدك تمنع عودة السرطان، وبنفس الوقت كيف بدك تتكيفي مع المرحلة الجديدة من أنك أنت فتي في مرحلة بعد 20 سنة؟ هلأ هاي مصيبة. النساء اليوم بعد فيش عنا وعي إعلامي لقضية ما بعد مرحلة السرطان من ناحية صحية. شو دكتورة؟ أول إشي أنا بدي أكد على كلام ميساء، وهذا كتير مهم، وممكن تحس ميساء إنه شوي نحنا مركزين على التوعية اللي لسه الأولية، اللي هي التوجه لإجراء الفحوصات. في هنالك مشاكل كتير عليها. الكشف عن سرطان الثدي. على أساس هذا هو نحن لساتنا في هاي المرحلة اللي إحنا بنوعي فيها النساء على إنهم لا تخافوا توجهوا لعمل الفحص، عشان نقدر ننتقل للمرحلة الثانية اللي قالتها ميساء ما بعد السرطان. إيش بده لازم يكون؟ طبعاً هو ذكرت ميساء بإنه الأستروجين، وإحنا بنعرف إنه مشان هيك نحن بنعمل الفحص الماموغرام بعد سن الأربعين، اللي هو السن اللي بيصير فيه عنا خربشة بهرمون الاستروجين والبروجسترون عند النساء، ببلش يزيد، بلش تقل الدورة ما تجيها، فبصير عنا تكدس في هرمون البروجسترون. عشان هيك إحنا كمان بنطلب من الست إنها تكون تحافظ على وزنها، تحافظ على الأكتيفيتي، على نشاطها. ليش؟ لأنه هذا الهرمون وين بيكون في عنا دهن، والثدي هو منطقة كتير غنية بالدهن، فبتلاقيه بقعد وبتكدس وبيحاول يعمل على شكل بؤر. فمشان هيك نحنا منشجع النساء على أنهم دايما يتوجهوا ويعملوا الفحوصات وما يخافوا. هلأ قالت ميساء بالنسبة، طب أنا كيف بدي، أنا باخد التموكسفين، وأنا كمان التموكسفين ممكن يؤدي إلى أنه يصير عندي نقص بفيتامين دي. هو التموكسفين هو العلاج لسرطان الثدي. هلأ نحنا نحاول نحنا نعطي العلاجات التعويضية حسب كل ست إيش عندها مشاكل. دايماً ننصحهم على الاستمرار والمتابعة المستمرة في إيش ممكن يصير عند الست. إذا نحن عملنا فحص الفيتامين دي لقينا في عندها نقص، بنعطي معوض عنه. نحن دائما الستات من دائما بنشجعهم على إنه التغذية، يعني هي بتقول لك إنه التموكسفين بيحسسني إنه أنا جوعانة بدي آكل، وخاصة التوست وخاصة النشويات وأشياء كتير كتير. أنا بحكي لك إنه مزبوط، معك حق، بس دائما إحنا يوم نحط هدف بحياتنا ونقول إنه أنا بدي أحارب هذا المرض، بدي أجوع شوي مشان أنا كمان بدي أشفى،
فنحن جسمنا وعقلنا بصير عنده تركيز على انه انا ما بدي اكل الكميه المضبوطه، انا لازم امشي كل يوم. وانا بعرف انا ست، وكمان انا بعرف انه انا بطلع من البيت بكير وباجي من البيت متاخره، وبكونش عندي وقت اني اعمل رياضه او اني اتبع حميه معينه، فهذا كثير بيساعد على انه انا مش عم بقدر. بس انا متاكده انه كل ست اذا بتحط بعقلها اني انا فعلا كل يوم بدي امشي، بدي اعمل رياضه، رح تلاقي الوقت بالضبط، لانه ممكن فالفحوصات ومتابعه الفحوصات ومتابعه التغذيه الصحيه هي هذا وسيله الوحيده ميساء، بانه والحكي للجميع بانه نقدر نحن نحافظ على نمط معين من الحياه، ونحافظ على انه نقضي على هذا المرض، نقضي على سرطان الثدي، لانه نحن النساء اقوياء وبنقدر نعمل ايش احنا بنقدر بنشوفه صح لنا ولصحتنا. انت حكيت انه بيخافوا يتوجهوا، احكينا على هذا الشيء من تجربتك. يعني انا من تجربتي مع النساء شو المشكله عندنا؟ اول شيء مثلا نحن في مجتمعنا الفلسطيني نحن بنحاول عن طريق وزاره الصحه وعن طريق وكاله الغوث وعن طريق المؤسسات الخاصه زي مستشفى المطلع توفير ما هو مناسب أكثر للنساء. فمثلا نحن عندنا في مستشفى المطلع عندنا عيادة متنقلة اللي فيها نوصل للنساء في قراهم في أماكنهم في قريب لإلهم، إلا أنه منلاقي أنه هناك في تخوف. التخوف من إيش؟ أول إشي التخوف من أنه جارتي تعرف أني أنا متوجهة أني أعمل هذا الفحص اللي بقولوا عنه بعيد الشر عنه مرض السرطان. مع العلم انه مرض السرطان زيه زي اي مرض ثاني هالايام، طالما نحن عندنا سرطان الثدي وبنقدر نعالجه اذا احنا اكتشفناه بدري. فهذا يعني مش لازم يكون عندنا تخوف. التخوف كان زمان، كان يوم ما نحن كانت الست تتوفى وما يعرفوا السبب. ما يعرفوا السبب. بس نحن هلا طالما في عندنا هذه الامكانيات والفحوصات واصلة عنا لقريبة عندكم قريبة من بيوتكم ما حتكلفكم إشي، المفروض إنه يكون عنا وعي أكبر بإنه نكسر حاجز الخوف. ما نخاف، وكل إشي الإنسان بخاف من المجهول. فنحن كستات وتطور العلم الموجود عنا ممكن نحن نتوجه للنت، نتوجه للكتب، نتوجه للمعلومات الصحيحة والأخصائيين اللي نحصل فعلا على المعلومة الصحيحة وما نخاف. ميساء من ايش من خبرتك المرأة بتخاف عنا، المرأة بتخاف من عنا؟ انا بدي هل المجتمع هي القصة انه يعني انا امبارح هيك في مسلسل تركي بحب احضره مع اني انا مش كتير مغربة ففي مسلسل تركي بحضره، فبيجي تليفون لامرأة كبيرة بالعمر، هي يمكن اراوند 75-80 سنة، ف طبعا تعبير وجهها بتتغير انه حالتها الطبيه، ففورا بتقول لجوزها يعني قدامها الصوره فبتقول له مش مطوله جيت لك يعني انه انا رح اموت. فانا ما فهمتش اشي انه شو وضعها الصحي لاني اول مره بشوف المنظر هذا يعني، بس فهمت انه كانسر. فابني عمره 9 سنين فبقول لي مامي عندها سرطان، عرفت تمام طبعاً. لانه بما انه ثقافه الاعلام وثقافه الـ 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 المجتمع العربي بشكل عام مش بس المجتمع الفلسطيني انه السرطان يساوي الموت، فاي امراه تشعر بلحظه انه هي ممكن يكون عندها سرطان فانه انا خلص مروحه من الدنيا. مش مزبوط، لانه اكثر نسبه وفيات في العالم هي عباره عن السكته القلبيه. تمام. طب ليه اذا واحد سبته الجلطه المجتمع ما بيستنفرش يعني؟ ليه المجتمع بيخافش؟ في عنا الامراض المزمنه زي السكري بقتل لانه وبيعمل غرغرينا. الضغط من اخطر الامراض اللي بتصيب الناس يعني، لانه ارتفاع الضغط او هبوطه في بشكل حاد بيؤدي للوفاه. انا بشكر السرطان لانه بقتلش فورا يعني. السرطان بعطيك وقت، بعطيك وقت بتعيش الحاله، بترفع مناعتك اذا انت رفعت هرمون السعاده بجسمك، لانه نحن لما نستقبل السرطان بابتسامه
انا بصير عندي الكنترول هون، السرطان بيموت هون مش بالكيماوي. جميل. والسرطان بيموت بالاراده، مش انه انا هلا انا بستغرب كثير مثلا انه ميساء بغنى بتحدد السرطان، دخيل كنت شو انا ماسكه سيف ونازله بتحدى. يعني انا لما بتحدى يعني انا ما تحديتش شيء، انا وحدي استقبلت السرطان بتفاؤل، استقبلته انه من هون بدها تبلش حياتي الحلوه، انا من هون بدي اعيش، انا قبله ما كنتش عايشه. وفعلا هي الحقيقه، لما خليني احكي عن التجربه الشخصيه، لما انا كنت مرتبطه ومتجوزه بانسان انا ما كنتش مبسوطه معه، كانت حياتي كلها سودة. لما اجى السرطان اول شيء عملته طلقته، واو انفتحت الدنيا، لا حسب تحسب للمجتمع ولا شو المجتمع رح يحكي عني، ولا انه انا امراه، انا مطلقه مش مطلقه، هي كثير مهمه عن جد ومطلقه بالخلع، يعني يعني مش مطلقه واخذت حقوق، قلت له روح انت وكل قوانين الشرع والقوانين المدنيه، بديش منك شيء، بدي اشتري صحتي وبدي اشتري حريتي. باللحظه هون انت بتعيش، لانك انت بلشت تعرف اولوياتك في الحياه، وبلشت تطلع من الابو والجره المسكره هاي، والقنين اللي المجتمع بيقفلها عليك بالاخر، انه انت امراه فكل شيء معيب لك. لا انا كسرت امتي الغطاي وكسرت القنينة وطلعت وقلت لهم بدي اطلق، طلقت. بعدين جيت اتعاملت مع السرطان كحاله طبيعيه. المجتمع اليوم بتطلع للمراه بشكل جسدي غريزي، المرأة تساوي الغريزة، المرأة تساوي الجسد، المرأة مش كيان. لما أنا اليوم بمجتمع بعد بشوفش المرأة كعقلية كثقافة كحضور هي كيان كامل، هي تكوين، مش هي يعني مكب لغريزة رجل. لما المجتمع بيطلع من هاي العقلية بتصير تستوعب تشوف امرأة مثلك بدون شعر، بتصير تقدر تستوعب امرأة بتقود مجتمع، بتصير تقدر تستوعب امرأة تعترف بانه هي استقصرت الثدي تبعها بدون ما تكون هي خجلانة او مسكرة على حالها، او انه امتي لا ما انتوش، وهي لابسة يعني البرا ومنفوخة. ليش هذا الحكي؟ يعني انا اليوم لما طلعت كميساء ابو غنام بدكم تعترفوا فيي مريضة سرطان، عجبكم مش ما انتو مجتمع بتأمنوا بالقضاء والقدر. طب هذا من الله ولا من مين هذا؟ يعني مش من عند الله. طب ليه التعامل مع المراه انه لا؟ يعني اقول لك انا بابا مثلا كنت افوت على البيت يقول لي والله يا بابا يعني حطي طاقيه مثلا، ما قاليش اتحجبي لانه عارف اني مش راح اتحجب، قال لي بابا حطي طاقيه، بقول له ليه بابا؟ قال يعني عشانك وكذا. لا مش عشاني، بدي امشي بالشارع سمعت تعليقات الناس، المجتمع. بس اليوم انا فرضت شروطي على المجتمع، وهذا اللي بدي اقوله لكل النساء. انا بدي اقول اني انا عملت العمليتين، عملت العمليه الاولى اللي هي لامبكتومي الاستئصال الجزئي، بعدين اكتشفنا انه في منطقه في الثدي بعد فيها خلايا سرطانيه ومش عارفين قديش عددها، فعملنا الماستكتومي معناه استئصال الكامل. وفتت على العمليه وانا بضحك، وفتت على العمليه وانا مبسوطه لاني عارفه انه في شيء اسمه سيليكون، عارفه انه الحلمه عند المراه اليوم بيعملوها، يعني ولا مره في بديل، يعني بدأ. انا اليوم انا عملت عمليه وكمان عمليه وكمان عمليه، وهلا بدي اعمل كمان عمليه، بقول العمليه مش عجبتني بدي اضبطها كمان مره. وهذا الاشي يعني هذا ثقه بانه انا انوثتي ما بتنقصش لما انا بتم استئصال الثدي او اثنين، وهذا كثير كثير مهم. اذا المراه اقتنعت انه زوجها بده اياها لها، مش بده اياها لأرداف ونهد وشفايف وعينين، يعني إذا هي آمنت إنه شريكها بحياتها معها لأنه هي تكمل وهو يكملها، ساعتها مش مشكلة لو استأصرت الثديين ولو قامت المبايض وقامت الرحم وكل هذا الشيء، لأنه ما بتطلع عليه بس على المنظر، هو أكثر هي روح، هي إنسان. مجتمع. أنا حاب أسمع كمان برضو مداخلات من جمهورنا عن المجتمع، نظرته، مخاوف المرأة. بس يقرب الميكروفون تفضل، عارفين عن حالك. فاتن مناصران، جمعية تنمية المرأة الريفية، نادي نسوي حسان. أهلا وسهلا. إحنا من النشاطات اللي بنعملها في النادي النسوي عنا إنه بنعمل أيام طبية باستمرار عنا في النادي، وكانت من الأيام الطبية هاي الكشف المبكر عن سرطان الثدي. يعني إحنا زي اللي بيمشي على الرمال يترك أثرا وراء، لا يحس بخطواته ولكن يترك أثرا وراء. الأثر اللي تركنا إنه شجعنا النساء على انهم يقومن بالكشف المبكر عن سرطان الثدي. بنشكر المستشفى المطلع على انه وصل للنساء في مواقعهن،
مع انه يعني قديش صعب ان الواحد يصل المستشفى المطلع بالتصاريح والاوضاع اللي احنا فيها. ومشكورين طبعا على هذا الجهد اللي قاموا فيه. اللي إشي اللي أثر كمان فينا إن النساء مثلا اكتشفنا مش عنا بس في قريتنا في الكرة المحاطة في منطقة بيت لحم بشكل عام يعني نسبة السرطان الثدي منتشرة بكثرة موجودة. يعني ياريت كمان نعرف السبب ليش السرطان عنا بكثرة. بيت لحم حسام احنا من حسام طبعا لابد يعني من الكشف المبكر. طلع في نساء عندهن شجعناهن انهن يتابعن العلاج غير انهن يتابعن العلاج. بس احنا اللي يعني بدنا نعرف ليش مثلا هي متقبله انها تتعالج بس بدهاش مثلا زي ما قالت سهام جارتها او الناس اللي حواليها يعرفوا بيخافوا من المجتمع. بيخافوا من المجتمع. يعني هي نظره يعني عن جد دنيوي. ريت ان تجاوبنا عليها ست سهام ان ليش بيخافوا كثير وبيحسبوا حساب ان ان احنا ليش ما نتقبل السرطان مثلا كالرشح كالفلونزا لان صار زي الرشح عندنا منتشر يعني بشكل كبير. نعم. يعني هي ما قلتي السكته الكلبيه ممكن يموت على طول بيموت على طول اذا صابت سرطان رحيم اللي الناس مش عارفين السرطان رحيم. السرطان يعني بعطيكي فتره انك تتعالجي او بعطيكي فرصه انك تعرفي ان في عندك سرطان تستأصلي المناطق اللي ممكن تستأصليها وبعدها تعيش حياتك الطبيعيه. ليش مش قادر افهم انا ليش الست بتوقف هان اني مثلا ما حدش يعرف ان في عندي سرطان. هذا مهم كثير يعني ان الستات يعرفوا ويتشجعوا ويتعالجوا وان شاء الله بنقضي على زي الست ميساء يعني عن جد يعني مثال. انا هو يعني كان قلت لكم رحيم يعني انت كنت قويه وما ضعفتي قدامه. انا حبيته لاني انا ما فتش في معركه معه. انا احتضنته ودوبته. انا هيك تعاملت مع السرطان. انا لا صرعته ولا خفت منه. انا احتضنته. انا لما كنت اوقف يعني واطلع على ثدي قدام المراي ما كنتش اشعر بالنفور من حالي يعني حتى قبل ما استأصل وبعد ما استأصلت. لانه انا يعني بالاساس وهذا كتير مهم ينحكى انه بالمستشفيات في القدس معروف بمستشفيات اسرائيل انه المرأة بتطلعش بدون ثدي. يعني عملية الاستئصال عملية فورا بيحقنوا البالون يعني فالمرأة قبل السيليكون البالون بعدين بنحط فيه مي وملح ليصير حجم الثدي يتمدد الجلد بياخد شكل الثدي تكون المرأة رضيانة عن الثدي تبعها بعدين بيقيموا بيستبدلوا بالسيليكون. فما شعرتش اني انا طلعت فلات. هلا الاشي اللي بيصير عند المرأة الفلسطينية انه بعد فشي عنا بهاي المرحلة المتقدمة للدور وزارة الصحة والدعم المالي اللي يتقدم للنساء انه انا هاي النساء ما بطلعهاش من مستشفى منقوصه الشعور لانه يعني انا بدي اقولهم بوزاره الصحه بكف المجتمع كمان يعني اقول هي اذا حطت مثلا البرا وكانت منفوخه ولبست وسكرت مش رح يبين شيء. بس القصه مش قضيه المجتمع. القصه هي قضيه المراه مع ذاتها. انا لا كيف لا بطلع لثدي انا كيف بشوف حالي يعني هلا انا بدي اقولهم يعني ديشي بس لمين. ما تشطبوهاش بس ما حدش يشطبها مش مشكله خضره. خلوا شوي للنساء يعملوا بلاستيك سيرجري. يعني انا بدي احكي لوزاره الصحه وللقائمين بالسلطه خلوا شوي للنساء عشان احنا كنساء اليوم مش بس عم نبني المجتمع. احنا مش بس عم نبني مجتمع لا تفضل احنا اليوم نقود المجتمع. تمام. اليوم الرجل لما بده يتجوز بقول لك انا بدي اياها ست عامله بدي اياها تساعده مش قادر يكمل البيت. بعدين بده اياها تاخذ له قروض على اسمها وبده يشتري سياره على اسمها وبده تربي الاولاد وبده يقعد في البيت ويقولها ما انت شايفه حال البلد واطلعي اشتغلي. طب ماشي اذا انتوا هاي مقومات المجتمع الفلسطيني اليوم ما بعد اوسلو تفضلوا اعطوا هدول النساء مكانتهم. ليه تشعرون بالنقص؟ هذا الاشي كتير مهم. انا بديش احكي انا اقول بالتوعيه الصحيه. انا بدي احكي عن المراه كيف بصير عندها الهواجس ما بعد السرطان. نعم. هاي مهمه كثير. انا كل الوقت اذا بتطلع حبه على جسمي بصير اقول ايش كانسر. يعني دائما بفكر بالأسوأ. اذا في مداخلات بس قربوا المايكروفون. حابه انا اجاوب على فاتن. تفضل. مزبوط انا حابه اجاوب على فاتن. اول شيء مشكوره فاتن انه يعني اعطت صوره عن الموقع تبعهم بحسان. وطبعا احنا كمستشفى مطلع وعيادتنا المتنقله قمنا بزيارتهم في موقعهم. طبعا انا حسيت وكانه فاتن عم ترجع وتطلب انه
انه في حاجه كبيره لانه نتواصل مع بعض من اجل تقديم مثل هذه الخدمه. نعم. اول شيء كمان هون حابه انه اعمل مختصر انه نحن كمستشفى مطلع مزبوط عندنا عياده متنقله، بس كمان وزاره الصحه عملت مراكز في داخل المدن والمحافظات الكبيره اللي بتعمل هذه الفحوصات. فكل ست ما تستنى، لانه العياده المتنقله الموجوده في مستشفى المطلع هي الوحيده الموجوده بفلسطين واللي بتخدم كل قرى فلسطين من الشمال للجنوب. فنحن بنحاول قدر المستطاع اعطاء الفرص بشكل متساوي لجميع النساء، مش لانه نحن يعني ممكن انه نحيز منطقه عن منطقه. انا مع الاخت فاتن بانه فعلا انه عندهم كان نسبه وجود سرطان في منطقتهم وغير السرطان، لانه ممكن كمان الاورام اللي موجوده عند الست واللي نحن بنقولها انت بحاجه لمتابعه مستمره، اذا ما تابعت ممكن هذه الانواع من الاورام تتحول لاورام خبيثه. بس نحن بنوصل وبنقول انه ما نستنى الاشي بس يوصلنا، طالما نحن في عنا وبنعرف وين في مراكز اللي نقدر نحن نتواصل معهم ونحافظ على صحتنا، نقدر انه نقدم ولو جزء. مع العلم انه انا بوعدكم، صدقا انا بوعدكم رح نتواصل كتير مع بعض، ورح اعطيكم قبل ما انتقل لمنطقة نابلس فرصة لو انه اسبوعين زمان اني اكون عندكم في منطقتكم. شكرا لك. حاب اسمع كمان مداخلات، تفضلي. مرحبا. عارفين عن حالك؟ سناء كسيس من بيت سحور. اهلا وسهلا. عكست انه الوحده انه لازم تتشجع او تكون عندها القدره او الشجاعه انها تسوي الفحوصات، بس برضو كاحنا كستات مفروض اعلاميا يكون عندنا اكثر هاي المعلومات، يعني على التلفزيون على الراديو باستمرار، مش مره دعايه واحده نسمعها او اعلان واحد وفقط، لا هذا بكفيش بالنسبه لنا. بعدين انا هلا مثلا ممكن انا تشجعت اني اسوي، يعني انا كنت داخليتي خايفه، وفي أكم من ستات طلبنا من بعض نشجع بعض نروح نسوي الفحص، اترددين وأنا نفسهن يعني حكيت خلص لا سمح الله أحكي إنه يطلع فيه معي مشكلة بالنسبة إلي. بس إنه هذا البرنامج هذا كتير مشجع بالنسبة إلنا لستات، ولازم أكثر من هيك، يعني أنا بطلب أكثر إنه شغلات مبسطة حكتوها إنه خلص إن أنا هلا بالفعل أنا ما هلا مش خايفة راح أسوي، راح اتجرأ واروح اسوي بدون اي خوف، وراح اخذ ستات معي، بس بدنا ازود من هيك. مشكوره سناء. انا بتخيل انه فعلا دور الاعلام هون شوي عندنا تقصير فيه، ودائما بنحاول انه بنشوف انه كثير الاعلام بيركز على شهر اكتوبر اللي هو يوم شهر التوعوي، في السنه او شهر الشهر التوعوي شهر. واحنا دائما كنساء بنقول يا عمي نحن بحاجه دائما بحاجه انه نسمع انه نتشجع. احنا دايما كل ست مشغوله ببيتها، مشغوله باولادها، مشغوله بشغلها، وكثير مرات ما بتلاقي وقت لحالها. بس كمان هون دورنا نحن كستات نعطي كمان جزء من وقتنا لنا لصحتنا. دايما بقولوا انه المراه نص المجتمع، بس انا بقول لكم المراه هي كل المجتمع، صح؟ ولازم تبلش من هون. إذا المرأة هي كل المجتمع تعطي ساعة لنفسها تحاول تتابع فيها أوضاعها الصحية، واللي تقدر هي تطمئن على حالها، اللي تقدر تقوم ببيتها بولادها بحالها وكمان بزوجها، لأنه كمان الأسرة هي جزء من المجتمع. فياريت أنه كل ست اللي إذا في عنا بتحس أنه ما في عنا هاي الخدمة وبكون في عنا بنحب نحن نعرف. تعرفوا ليش نحن بنحب نعرف؟ لانه نحن بنفكر انه نحن هذه الخدمات اللي بنوفرها بالمدن وبالقرى بتخيل انه ممكن تكون انه كافيه. نعم وجود عياده متنقله وحيده انها تتنقل في كل القرى في فلسطين مش كافيه، بس تعرف انه نحن لا نزال بحاجه انه يكون في عندنا دوله اللي تقدر كمان تدعمنا، لانه نحن دوله فقيره نعتمد كتير على المساعدات الخارجية. يعني نحن مشكورين النرويج بأنهم تبرعوا لنا بهاي السيارة اللي قامت بخدمة عدد كبير من النساء ولا تزال تخدم، بس ما بتقدر هي تحوط على كل القرى بفلسطين. شكرا لك. شو دور الإعلام؟ كيف بتقيم دور الإعلام؟ قبل دور الإعلام أنا بس بدي أعطي نصيحة للنساء، إذا أنت خايفة تروحي أنا كشفته بإيدي،
يعني الفحص الذاتي مهم، وانا بتمنى على الاعلام بدون خجل خلينا نطلع نقيم هالماسكات اللي عوجهنا في الاعلام، كل شيء تابو تابو تابو. وبقول لك بفلسطين يعني، وانا كتبت بعرفش اذا كمان ما دام قريتيها، اكثر نسبه فتح للمواقع الاباحيه في العالم العربي في فلسطين. وبعدين لما بنيجي بنحط نحن على على التلفزيون صوره امراه بدون شعر، بقول لك كيف نحطها؟ بقول لهم انا حط صورتي، بقول انا في لي صور كثير على النت وكله وانا بدون شعر وعملتها زي الموديل وحبيت حالي اكثر واحلى من هلا بكثير. يعني امراه بدون شعر لا. طب حتى على الاعلام الفحص الذاتي للثدي، كيف انا برفع ايدي بفحص تحت الاباط، بضغط بشكل دائري حوالين الثدي حوالين الحلمي، هاي مهمه. انا لما فحصت انا كنت عندي هذا الوعي، انا كان عندي هذا الوعي لانه في المراكز الصحيه في القدس انا كل الوقت بفوت على المراكز الصحيه في عندي صوره امراه الفحص المبكر لسرطان الثدي، وهذا الشيء انا من 10 سنين بشوفه. فانا تعودت بعد الدوره الشهريه ب10 ايام لازم افحص الثدي، وهذا الحكي من 10 سنين مش من جديد، لحد فحص ذاتي كيف انا بشكل باصابعي السرطان بيتم اكتشافه بالايد مش بس الثدي، اي نوع سرطان وين في درنه مش في محلها. افحصي اول شيء في البيت بعد الدوره الشهريه ب10 ايام، لانه خلال الدوره الشهريه هذا الدكتوره بتحكي بيكون في درنات الحليب فبتقدريش تميزي. هذه كثير مهمه. الشغله الثانيه انه الفحص الهرموني هرموناتك، يعني انا كنت قبل كل 6 شهور اعمل فحص دم بس لصحتي مش اكثر، اطلع نس الدم الكلى الكبد، ولهلا انا بعملها كل 3 شهور الفحوصات الدورية هاي، بس أنا قبل كنت كل 6 شهور. هلأ هذا شو بيعني؟ هذا بيعني إنه دولة تعطي تأمين لمواطنيها اللي يروح كل 6 شهور يعمل فحص لحاله. اليوم صاروا يعملوا كمان للرجل، يمكن كثير من إحنا كان الموضوع اللي هو عن فحص سرطان البروستات، وصاروا يسموه بروفمبر اللي هو بشهر رح يكون نوفمبر. يعني بعد هذا اللي، لأنه كمان نسبة انتشار سرطان البروستات عند الرجل بشكل كثير كبير. كيف أنت تكتشف هذا الأورام عندك؟ هلأ اليوم انت بالاول خبيره حالك، انا بفضل الدكتوره هي تحكي اكثر، بس في اعراض للسرطان طبعاً. يعني الحلمه بتفوت لجوا شوي، الثدي بنزل لون الحلمه اذا كان صار منشر بالثدي بتغير وبتصير تفرز افرازات، هي الدكتوره بفضل تحكيها. هذا مهم. انا مثلا من الاعراض اللي كانت عندي اللي بس يعني انا ما عرفتش ان هي كانسر، انه كانت ايد الشمال توجعني، كان عندي الكتف وافكر انا اوجع في العضلات واعمل مساجات وما رقتش. الثدي نزل شوي، فكرت انه انا لانه كنت ارضع بنتي انه ترهل، مع انه ترهل الشمال ما ترهلش اليمين. هلا هاي من اعراض الكانسر انا ما كنتش عارفه، بس في مرحله معينه لما فحصت لقيت الورم هون، بنفس النهار انا طلعت على الدكتور ما استنيتش، وبعتوني على الفحص الميموجرام، قلت لهم انا بعرف انه عندي كانسر، لانه الكانسر بيكون عباره عن ورم قاسي وماسك مش مثلا هون انا عندي دهنيه، هاي مبينه دهنيه هاي طريه هديك بتكون يابسه كثير، يعني بتكون ثابته وثابته. لما انا يعني بلشت كان عندي الورم سنتي، انت عارفه، وبورم سنتي بتحكي عن يعني ستيج، انا صنفوه ستيج 2 بس لانه كان واصل الغدد اللمفاويه، يعني واصل الغدد اللمفاويه فحطوها ستيج 2، فقمنا 19 غده لمفاويه عشان يبين عندي وحدة، يعني بين وحدة مصابة. أنا خسرت 18 غدة مقابل إني أنا أحمي حالي من السرطان، لأنه النوع اللي عندي هو الأجريسيف اللي هو سريع الانتشار. اليوم إذا أنت تعاملتي مع هذا واقع مثله مثل أي مرض تاني، بتبطل تخافي تروحي تعملي الميموجرام، وبتبطل تخافي إنك أنت تفحصي بإيدك. أنا لهلا بفحص في إيدي، يعني بفحص بشكل دائم يعني. وحتى الدكتور لما انت بتروحي تراجعي عنده بايش بفحصك بالاول اذا فيش ميموجرام؟ بالايد، الفحص السريري، فحص السريري بالايد، يعني ايد الدكتور مش رح تختلف عن ايدك للفحص. نعم. بس اجاوب على قصه دور الاعلام. بفكر انه الاعلام الفلسطيني اليوم يعني بفلسطين بعتبر بعد تجربه مركز دنيا، والسنه كانت كل شوارع الضفه باللون الزهري مع الأرمات، واحترام كبير لبنك فلسطين على اللي عمله، انه اليوم المؤسسات الاقتصاديه اللي عم تربح من من من, من الشعب لازم تخصص جزء من ميزانياتها وارباحها لدعم القطاع التنموي الصحي التعليمي التوعوي، وهذا كثير مهم.
اليوم الإعلام الفلسطيني بعتقد أنه وصلنا لمحل تفوقنا بشكل جزئي على العالم العربي في قضية التعاطي مع بريست كانسر. وأنا بتأمل أنه مقارنة مع الإعلام الغربي بعد نحن ما ارتقيناش للمستوى المطلوب، لأنه نحن لسه مش جريئين بالشكل الكبير اللي نحن نطرح القضايا الحساسة في التعاطي مع السرطان. ولكن بمحيطنا العربي احنا باليوم عنا الوعي الأكبر، واليوم صار يستوعب الرجل انه زوجته تصاب بالسرطان لانه في عنده نماذج اصيبت ورجعت. واليوم صار الرجل هو نفسه يقول لمرته روحي اعمل الفحص. والشغله الثالثه انه اليوم الرجل لازم يدير باله بالعلاقه انه يكتشف السرطان بالعلاقه الجنسيه. واكثر النساء اللي شعروا انه يعني بين عندهم السرطان عن طريق أزواجهم بالعلاقه الجنسيه، وهذا كثير مهم. على مستوى انه نحن نتقدم، انا مع انه نتقدم بكل السنه وانه نعمل حمله للسرطان مش بس للبريست كانسر، لانه البريست كانسر مثلا اذا انتقل الغدد اللمفاويه هذا الدكتور بينتقل للراس وبينتقل للجسم، والرجل كمان سرطان الثدي عند الرجل. انا يعني بستغرب الاعلام الفلسطيني ما حكاش كثير عنه انه الرجل كمان يصاب بسرطان الثدي. فيعني هذا كثير مهم. والشيء الثالث انه نحن يبلش عنا البرامج التوعويه في نظام الاكل. انا بلعب رياضه بشكل دائم مثلا، اي كورس بالرقص بروح باخده لانه بعتبره جزء من الفن كمان مع الرياضه. اكتيفيتيز هاي يعني انا بعرف انه مش مسيطره على الوزن لانه في تمكسفين لانه بتخزن السوائل بالجسم، لانه وزنك معتدل. بس انا قبل كنت انا يعني مرات بقول اشتقت للجينز وهيك يعني بس بس انه يو لوك نايس يعني. بس انه في اشياء اللي انا اليوم لما بوقف قدام المراي، انا بدي احكي شغله قبل ما ننتقل للدكتوره. انا بتذكر في انا اخذت 16 جلسه كيماوي، ففي اخر جلسه لما وقفت قدام المراي وانا مش عارفه حالي ذكر او لا انثى، يعني مش عارفة مين انا، يعني لا رموش ولا حواجب ولا شعر ولا، ونحيفة كتير ووجهي مبقع اسود وحب منشر لانه كنت اخذته انا بالصيف فالشمس مع الكيماوي. فوقفت قلت يعني انه طلعت في حالي فضحكت، يعني بتذكر صورت حالي يعني فمحتفظة في الصورة، منظري بخوف يعني. فقلت انه انا رح ارجع من اجمل النساء، وانا هذا الاشي بعرف شو اللي خلاني احكي يعني. ولما بلشت اشفى من السرطان وصرت انا اعمل صور واحطهم على الانترنت، صاروا يكتبوا لي الناس انه انت من اجمل النساء، انت فاتني. قلت ولو كانوا عارفين ان انا حكي هذا الحكي لحالي يعني. فهذا الشعور يمكن انا اكون انسانه عاديه من ناحيه المظهر، مش امراه يعني بالغه الجمال، بس انا شعوري الداخلي لما بوقف قدام حالي انا بشوفش انه في امراه اجمل مني. ليش؟ لانه هذا الاشي الجمال، مش بقولك جمال الروح كله حكي فاضي، الجمال مش جمال الروح، الجمال هو نظرتك لذاتك لنفسك. واذا انت بتشوف حالك حلو تجبر كل المحيط تبعك بشوفك حلو. نعم شكرا نعم. لك شكرا كثير ميساء. شكرا لك تشجعت تشجيع يعني ميساء اعطت على اهم طريقه للعلاج. نعم. هو محاربته بالثقة وبالنفسية القوية، وهذا أهم نقطة بالعلاج عن جد. هذا أهم نقطة إنه ما نستسلم للمرض، لأنه الاستسلام للمرض فعلاً إنه نحن رح نزيد المرض. التخوف وصار معي هيك، وأنا خايفة من جارتي تطلع علي، وأنا خايفة من جارتي تعرف إنه بنتي عندها وما تجيش تطلبها لابنه. فكل هاي التخوفات رجاءً نحن وصلنا لمرحلة كتير أكبر من هيك. خلينا نكون أوايا ونقدر نحارب المرض زي ميساء بالضبط، لأنه ميساء خير مثال على أنه تحارب المرض بشخصيتها بثقتها بنفسها، وهذه إرادتها القوية هاي ساعدتها كتير. ولو رجع أنا مش خايفة ومش خايفة لا أنا متأكدة أنك مش راح تكوني خايفة يعني. لو رجع أنا بقول يعني إيش عرفته أحسن من إيش ما كنت عارفه.